إلى استعدادات المنخفض الجوي، حيث وجهت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مهل علي مراقبي الأسواق في جميع المحافظات بتكثيف عمليات الرقابة على المحال التجارية والمخابز للتأكد من التزام هذه المنشآت والعاملين فيها ومرتاديها بمتطلبات السلامة العامة والصحة الوقائية بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد المقررة. للمزيد من التفاصيل حول إجراءات أصحاب المخابز والعاملين فيها ينضم إلينا نقيب أصحاب المخابز السيد عبد الإله الحموي. أهلا وسهلا بك سيد الحموي. بداية، كيف ستضمن محال التوزيع وبيع الخبز التزام مرتديها والعاملين فيها بسبل الوقاية والسلامة العامة؟ شكرا لك يا سيدي، مساك جميعا مثل الوطن وقائد وطننا وشعبنا الطيب. الالتزام اصلا يعني خلال الجائحه كانت مخابز يعني فعلا ملتزمه تماما بوقايه السلام العام، ان كان العاملين فيها او رواد المخابز. يعني كان في تنظيم لكافه المخابز لموضوع الكمامات اللي هي اهم شيء، وبعدين التباعد ما بين المواطن والمواطن، وهذا التعليمات كمان تأكدت مرة ثانية على أصحابين المخابز أنه يكون التباعد واضح، أنه ما يعملوا تهافت، تنظيم للدور إن كان داخل المخبز أو خارج المخبز إذا صار التهافت. لحد الآن الحمد لله الأمور مسيطرة عليها، يعني في اليوم إقبال بس في التزامات، في التزام تام من المواطن ومن أصحابين المخابز، وإن شاء الله يعني بتعدي الخير، هذا جاي بتعدي على خير بإذن الله تعالى. نعم، يعني بالتأكيد مع دائما بالحديث عن المنخفضات الجوية والأحوال الجوية الصعبة بعض الشيء يزيد إقبال المواطنين على محال بيع الخبز والمخابز كذلك. ما هي استعداداتكم للمنخفض الجوي المرتقب؟ سيدي نحن بداية مثل الاستعدادات أهم شيء يكون عندنا المواد الأولية والتنسيق، تنسيق كامل مع وزارة الصناعة والتجارة ومع معالي الوزير والأمين العام بتأمين المخابز بأي شيء من المواد الأولية. الحمد لله المطاعم عم تعمل وعم تأمن الطحين. هلا بالنسبة لموضوع التهافت، يعني أنا بعول على المواطن الأردني الآن الحمد لله بدأ عنده وعي بهذا الموضوع أن هذا فيه ضرر. خلال فترة الجائحة برغم أيام الحظر اللي كان في التزام من المواطن من أصحاب، ونتمنى على مواطن أنه المخابز ستعمل على مدار الساعة 24 ساعة، المخابز الآلية والمخابز الحجرية بالقرى والمحافظات لن تغلق إلا ما تأمن آخر مواطن من رغيف الخبز. فبالتالي نحن بأكد تمام لمواطن أنه هو يلتزم معنا بالإجراءات، يعني حفاظا على صحته وحفاظا على صحة الآخرين. فأنا بالتالي بأكد لك تمام أنه لن يكون إن شاء الله إلا كل التزام من أصحابين المخابز وتنظيم المواطن، لأنه يعني بعض أحيان بده جهد. إن شاء الله الاستعدادات كامل، وإن شاء الله هنا يعني اليوم بدأ في عنا إقبال، بس الحمد لله التزام تام وما في أي إزعاج، وفي قناعة من المواطن أنه يأخذ حاجته. بأكد للمواطن أنه المخابز لن تكون مغلقة، ستكون على مدار الساعة تعمل تجهز خبز، ونحن منطالب عبر هذا أنه يتركوا المخابز أبوابها مفتوحة. يعني أنه 11 لما بتغلق بتصير ساعة للمواطن، بتساعدنا في أنه نأمن أكثر عدد ممكن من الناس ويخفف عنه. حتى لو أيام الحظر في كوادر طبية إعلامية، في كوادر أمانة موجودة بالليل بتصاريح، يعني لو فات على المخبز وبعد فترة الحظر أنه المخابز عم تشتغل وتأمن وتكوم عندها طلبيات أخرى عند مستشفيات. فبالتالي بيساعدنا هذا الحكي انه يضل باب المخبز مفتوح للي بيجي بالليل اذا معه تصريح او من الكوادر اللي عليها اعمال بالليل تاخذ، بتخفف ضغط علينا ثاني يوم. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل نقيب اصحاب المخابز السيد عبد الاله الحموي، كنت معنا عبر الهاتف.